أسباب فساد القلوب: الهم. الهم يقتل القلب، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يستعيذ بالله من الهم. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان يستعيذ بالله من الهم استعاذة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الهم يفتت القلب. اللهم إنا نعوذ بك من الهموم كلها. ولذلك قلنا أن من علامات صحة القلب أن يجعل الهم هما واحدا: رضا الله بس. هذا هم يقوي القلب ويسعد القلب، بخلاف هموم الدنيا وأكدار الدنيا وأقذاء الدنيا وأقذار الدنيا، كلها تفسد القلب. من أشد ما يفسد القلب المعاصي: اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم اكتب لنا توبة ترضيك. المعاصي، المعاصي والذنوب تفسد القلب فسادا لا يرجى معه صلاح، تفسد القلب. الكذب يفسد القلب، الزنا يفسد القلب، الربا يفسد القلب. عدد كل المعاصي، كل المعاصي والسيئات، هاتها من أي ناحية من النواحي، كل معصية من المعاصي تفسد القلب فسادا من جهة، فساد حقيقي، فساد فعلي يفسد القلب بسببه. يفسد القلب تعلق القلب بغير الله. إذا تعلق القلب بغير الله فسد. ولذلك ابن القيم يقول: من تعلق قلبه بغير الله عذب به. يتعذب القلب حين يتعلق بغير الله، يحصل انه يتعلق بغير الله، يحب غير الله، ينشغل بغير الله، يتعذب به، بهذا الذي تعلق به. ايضا من اسباب فساد القلب فقدان منهج الحياة. لما القلب يبقى جاهل، الجهل، هذا الجهل يفسد القلب. لما يبقى القلب جاهل لا يعرف الحاج منهجا، كيف يسير وإلى أين يذهب وماذا يفعل، يفسد، يفسد ويضيع، وللأسف الشديد. فتفرق